بكم، مرحبا بكم في قناة توتي. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم طاجين باللحم بالبرقوق، او لكن اللي كيديروا حتى في الكوكوط هو من احسن يتقدم في الطاجين اللحم بالبرقوق. وان شاء الله يكون رمضان غادي معكم مزيان بالصحة والسلامة، والله يبلغنا ان شاء الله ختام ديالو ونكونوا في صحة جيدة ان شاء الله. اليوم ماما غتقول لكم المقادير دابا ان شاء الله. عندنا اللحم ديال العجل، عندنا البرقوق، عندنا ثلاثه البصلات مفرومين، عندنا قزبر، المعدنوس، عندنا البزار، عندنا الخرقوم، عندنا السكنجبير، عندنا الملح، عندنا الثومه مفروم، والزيت وزيت الزيتون، وهذا السمن والسمن سمن البلدي. لا دابا المقادير اللي ذكرناهم قبيله حنا غنديرهم. بسم الله، زيت الزيتون، بسم الله، معلقه ديال زيت الزيتون، نصف كاس ديال اتاي ديال زيت وراد نورات الشمس، من بعد المقادير كاملين، المقادير كاملين اللي قلناهم كلهم هنايا. ما تبقاش البصله؟ لا. طماط البنة ديال الزعفران، هاهي السمن البلدي، معلقة صغيرة، معلقة صغيرة هاهي، ثومة روما، من بعد كدير اللحم بحال هكا، يقدروا يديروا هاد العملية حتى ماشي نيشان الطاجين، حتى في الكوكوط، لا زعما يرقدوا هذا شي بلاصة في إناء واحد خر ومن بعد يصبوا هكا، ماشي مشكل، هادي غير ماما الطريقة ديالها وصافي. أنا كندير ليها الطريقة، من بعد تخليه يتقلى ان شاء الله ياك. من بعد يتقلى مزيان، نغطيو عليه ونخليه يتقلى مزيان، دابا غنقفلو عليه ونخليه يتقلى مزيان. شحال المده ديال القلي باش يتقلى شويه؟ شي 10 دقائق ولا صافي، ومن بعد نعاودو نرجعو لكم باش تكمل لكم كيفاش تلوح البصله وكيفاش تسلقوا البرقوق ان شاء الله. مهم هذا هو البرقوق، كيكون على هذا الشكل كيكون جاف، راه كتلقاو عند العطاره واللي كيبيعوا التوابل كاملين. دونك دابا غادي الماما العطريه اللي كيفاش كنعسلوا البرقوق ياك. دابا ماما غادي دير معاهم القرفه، معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال القرفه، وغادي تزيد السكر، غادي تضيف ليه السكر وغادي يبقى يتسلق ياك. فهاد الشيء او ميم طون وفي نفس الوقت كيتعسل، يعني معلقه ولا جوج معالق ديال السكر على حسب الذوق، وتقدروا تزيدوا حتى شويه العسل، ريحه العسل حتى الاخر حتى كيطيب، وداكشي ومع الماء وردي ان شاء الله ما زهر دافيه، لما نضيف الماء تكون يعني دافيه شويه ماشي بارده، حيت باش الا درتو بارد ما غاديش يطيب لكم اللحم مزيان. ودابا ماما غادي تضيف البصل ان شاء الله، بصل يعني حبتين بصل يعني على حسب كمية اللحم اللي عندكم. توزعوها كده، صافي، ونقفل عليه يعني لمدة شحال؟ خليه يطيب وعلى النار ساعة. على نار على على نار مهيله يعني ماشي مجهده بزاف. قلنا لكم ثاني هو ده شكل الطاجين اللحم بالبرقوق، وكنتمنى انكم تجربوه وتشاركوه في قناه توتي،
تعملوا لايك وخليو كومنت، واللي جربته تخلي لنا كومنت ان شاء الله. بالصحة وراحة.